عاش ملايين اليمنيين على هامش الحياة دون أن يسمع العالم أصواتهم أو يشاهد معاناتهم، في وضع استمرت فيه ذات الصورة والنخبة نفسها لأكثر من ثلث قرن جاثمة على صدور اليمنيين. قبل 11 من فبراير 2011 لم يكن معروفا للعالم معنى أن تكون يمنيا ولا ماذا يحدث في تلك البقعة الجغرافية التي لم ينسها التاريخ ولكن تجاهلها العالم. ديكتاتورية ذات نظام عائلي قوضت السلطة واحتكرت الثروات وأسست لنظام حكم أقرب للملكية منه للجمهوري. 33 عاما انتهت بتصنيف اليمن كدولة فاشلة اشتبكت فيها السلطة مع المعارضة في تكامل صوري لمعنى أن تكون في بلد ديمقراطي لا يعترف بمواطنيه إلا باعتبارهم أصوات انتخابية يجب حشرها في صندوق ينتخب الحاكم وحيدا. وصل الربيع إلى اليمن باكرا على غير عادته، وتحول شتاء المدن اليمنية إلى ربيع مزهر توج بانتفاضة شعبية عارمة لم يتوقف هديرها إلا مع تحقيق أول شعاراتها بإسقاط طاغية طالما حسبه الكثيرون مخلدا على كرسي السلطة للأبد. كانوا يريدون التغيير والحرية ورفع أصواتهم لتصبح مسموعة. فقبل 11 من فبراير كان عليك فقط أن تكون ذا شأن سياسي كبير لتنال هذه الميزة. وكالثورات التي تنطلق من الشارع أصبح الفلاح والعامل والطالب من يتقدمون الصفوف ويرفعون أصواتهم عاليا لتتلاشى وراءها الأصوات الرديئة للسياسيين محتكري المشهد في البلاد طوال عقود طويلة. الشعارات التي رفعتها ساحة التغيير في مختلف المدن كانت بسيطة وصادقة، تريد الحرية والخبز وبلدا يحفظ كرامة مواطنيه وينهي حقبة الفساد واحتكار القرار السياسي والارتهان للخارج. لم يصمد النظام الهش طويلا فتهوى تحت شعارات السلمية، وبعد تحقيق الهدف المعلن بسقوط النظام كان لابد من مواصلة النضال السلمي الذي تحول في عثرة من التاريخ إلى حرب مستمرة. لكن في عمق هذه العثرة ما تزال تتواجد حاليا صدى أصوات الشباب.